مين أو كبار. الأحق بشارة كابتنة منتخب مصر؟ نتكلم كورة يعني؟ وجهة نظر. هم واحد من ثلاثة. نمرة واحد محمد صلاح. اتنين النني والشناوي. أنا شايف إنه أقدر يعني ثلاثة، وهقول هم يمكن أكتر ناس خبرة. ممكن لو دخلنا طارق حامد كمان، ممكن طارق حامد يخش في الكابتن. أنا على ما أعتقد إن طارق حامد ممكن هو أجريسيف قوي وممكن يلم، لكن ما أعرفش في حاجات سارة ما نقدرش نحكم عليها غير لما ننصهر جوا بعض. يعني في حاجات شخصية ممكن أنت تستريحي معاها قوي، أنا بقى عكسها تماما. وممكن حد يقدر يكيف نفسه مع ده ومع ده ومع ده، وده اللي يصلح للفرقة. الخبرات اللي خدها محمد صلاح والنني في وجود الشناوي ثالث أو طارق حامد، على ما أعتقد ممكن يبقوا عندهم القدرة الحكيمة في قيادة اللعيبة في حتة بيتفقوا فيها مع الجهاز. أنت عارفة أن كابتن التيم ده بيعتبر عضو في الجهاز؟ المفروض عضو في الجهاز، يقدر ينقل صورة وفكر وانطباع الجهاز للعيبة. دي محتاجة مش كبر سن، لا، محتاجة حكمة، محتاجة خبرة، محتاجة عقلية مختلفة، عقلية فذة معملية. زي ما كان الله يرحمه يونس الشلبي، عقلية معملية، محتاجة فعلا دماغ بتشتغل، وفي نفس الوقت محتاجة حد يقدر يوصل دوت بشياكة. وفي نفس الوقت انا بحبه، اكون بحبه، صارم، قوي، شديد، وفي نفس الوقت هو بيعمل ايه؟ بيديني كل التعليمات وانا بنفذها. فدي مش صعبه ومش سهله، بس انا على ما اعتقد الثلاثه اللي قلت عليهم، سواء النني، محمد صلاح، الشناوي، وممكن يخش رابع طارق حامد، عندهم القدره ان ممكن حد فيهم يقود او يقدر يرتدي شارة منتخب مصر.